السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة من الحاجات المهمة جدا في الجافا سكريبت، والحاجة دي اسمها Object. لو انت جاي من لغة تانية وعد عليك مصطلح Object Oriented Programming، او سمعت عن المصطلح ده وعارف يعني ايه Object Oriented Programming وعارف يعني ايه Object وايه اللي بيمثله Object في Object Oriented Programming، فحب اقولك ان Object في الجافا سكريبت مختلف عن Object اللي انت سمعت عنه في Object Oriented Programming. طيب الاوبجكت في الجافا سكريبت هو عباره عن ايه؟ مبدئيا كده الاوبجكت ده حاجه من الحاجات المهمه جدا في الجافا سكريبت. ليه؟ الاوبجكت هو الكينج بتاع الجافا سكريبت، هو الملك حرفيا. اي حاجه في الجافا سكريبت هي عباره عن اوبجكت. لما اتكلمنا في درس سابق عن الداتا تايبس قلنا ان انواع البيانات عندنا بتنقسم لنوعين، نوع اسمه بريميتيف ونوع اسمه اوبجكت. البريميتيف زي النمبر والسترينج والبوليان والحاجات دي كلها، ان هي بتبقى القيمه بتاعتي هي قيمه واحده او كتله واحده متماسكه مع بعضها، تمام. والنوع الثاني اللي هو الاوبجكت، وده بيمثل لي ان القيمه بتاعتي بتتكون من اكتر من جزء او شايله جواها اكتر من قيمه. فاحنا عايزين نشوف ايه هو الاوبجكت بالظبط. الاوبجكت في الجافا سكريبت هو عباره عن حاجه بنسميها كي فاليو بير. يعني ايه كي فاليو بير؟ اعتبر الاوبجكت ده هو حاجه كده بتجمع لك مجموعه من البيانات. البيانات ديت ممكن تكون مثلا خاصه باليوزر مثلا، فانت مجمع اسم اليوزر ومجمع السن بتاعه ورقم تليفونه وعنوانه، مجمع البيانات دي كلها وحاططها في كتله واحده او حاططها في علبه واحده، والعلبه دي هي الاوبجكت بتاعك. طبعا هتلاقي ان البيانات بتتكون من حاجتين. اول حاجه اللي هو اسم البيان نفسه، زي مثلا ان ده البيان ده عباره عن اسم اليوزر او عباره عن السن بتاعه او عباره عن رقم تليفونه. وتاني حاجه هو القيمه بتاعته، يعني اسم اليوزر كذا، سنه كذا، عنوانه كذا، رقم تليفونه كذا. فهتلاقي ان انت البيانات بتاعتك مكونه من جزئين، كي وفاليو. اللي هو الكي ده المفتاح او الحاجه اللي انت بتشاور بيها على القيمه اللي انت عايزها. طيب تعال نشوف الموضوع ده بمثال عشان يوضح معانا اكتر. اول حاجه ازاي اعرف اوبجكت؟ هعرف فاريبل عندي هسميه مثلا let اليوزر واقول ان هو بيساوي. عشان اعرف اوبجكت في الجافا سكريبت بستخدم الكيرلي بريسز، تمام، وبكتب هنا الكي وبعدين نقطتين وبعدين الفاليو وبفصل بينهم بكومة. لو انا عندي اكتر من كي، او مثلا ده كي 2، تبقى عندي الفاليو 2 كومة الكي 3، الفاليو 3 وهكذا. فيبقى الاوبجكت بتاعي عبارة عن كيرلي بريسز وبكتب جواه الكي او اسم اللي انا عايز اشاور بيه على القيمة دي، وبعدين كولون وبعدين القيمة نفسها، وبفصل بين كل واحدة والتانية بكم. طيب تعال نقول اليوزر عنده ايه؟ اليوزر عنده نيم، وليكن مثلا النيم بتاعه مثلا احمد، مش احمد خالص، تمام. عنده مثلا الايدج وليكن مثلا 25، عنده مثلا الادرس وليكن مثلا كايرو. فكده انا عملت اوبجكت. الاوبجكت ده بيمثل لي اليوزر بتاعي اللي هو المستخدم، عباره عن كي فاليو بير. ده كده بكل بساطه ازاي اعمل اوبجكت في الجافا سكريبت. وايه هو الاوبجكت؟ الاوبجكت انت بتجمع فيه مجموعه من البيانات. البيانات دي بتبقى عباره عن كي فاليو بير، ازواج كده من الكي والفاليو اللي هو المفتاح والقيمه بتاعته، او اسم الحاجه والقيمه بتاعتها، تمام. طيب الاوبجكت ده يفيدني بايه؟ الاوبجكت ده يفيدني لو انا عايز مثلا اجمع مجموعه بيانات مرتبطه ببعضها مع بعض. يعني مثلا دي البيانات بتاعه اليوزر، فانا بدل مثلا ما اكتب ان انا اعرف فاريبل مثلا اسميه اليوزر نيم وفاريبل تاني اليوزر ايدج مثلا اليوزر ايدج
واليوزر ادرس والحاجات دي كلها. طب لو انا عندي اكتر من يوزر، هل بقى هقعد مثلا ان انا اقول ان يوزر واحد نيم، يوزر واحد ايدج، واقرر الحاجات دي؟ لا، انا ممكن اجمع الحاجات دي كلها مع بعضها في وحدة واحدة، الوحدة دي اللي هي الاوبجكت بتاعي. فده كده كان بالنسبة للاوبجكت. طيب تعالوا بقى نتكلم عن ازاي اقدر اتعامل مع كل حاجة موجودة جوه الاوبجكت، وازاي اقدر اتعامل مع الاوبجكت نفسه وهكذا. طيب مبدئيا كده، كل كي فاليو بير من اللي موجودين جوه الاوبجكت بنسميه بروبرتي، اللي هي خاصية موجودة جوه الاوبجكت ده، تمام؟ والكلام ده جاي من الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، لو انت درست اوبجكت اورينتد بروجرامنج قبل كده. فالبروبرتي عندنا بتتكون من اسم البروبرتي او اسم الخاصيه بتاعتي والفاليو بتاعتها. طيب بالنسبه للفاليو، الفاليو دي ممكن تبقى اي حاجه في الدنيا، يعني اي حاجه في الجافا سكريبت، ممكن تبقى سترينج، ممكن تبقى نمبر، ممكن تبقى اوبجكت تاني، ممكن تبقى اري، هنتكلم عن الاري بعد كده، ممكن تبقى اي حاجه، تمام؟ طيب بالنسبه بقى لاسامي البروبرتيز دي، ايه القيود اللي بتتحكم في اسامي البروبرتيز؟ مبدئيا كده، اسم البروبرتي ممكن يبقى اي حاجه في الدنيا، اي اسم انت عايزه، اي كلمه، اي حاجه، حتى لو في مسافات، حتى لو في رموز خاصه، تمام؟ ولكن بتحكمه شويه شروط، انت ازاي تكتب اسم البروبرتي وازاي هتتعامل معاها او ازاي توصل للبروبرتي دي. طيب خلينا نقسم يعني اسماء البروبرتيز لقسمين. اول قسم ان اسم البروبرتي هو valid variable name، يعني بيخضع لنفس القواعد اللي بتخضع ليها اسامي المتغيرات اللي اتكلمنا عنها قبل كده. تاني حاجة ان اسم البروبرتي يبقى string فيه اي رموز. لو اسم البروبرتي هو valid variable name، بقدر ان انا اكتب اسم البروبرتي كده على طول من غير اي حاجة. لكن لو اسم البروبرتي هو عبارة عن string، يعني في حروف وفي رموز مش valid ان هي تبقى variable name، لازم اكتبه بين double quote او single quote، يعني بكتبه ان هو string. على سبيل المثال، لو انا عايز مثلا هنا الادرس ده، بدل ما اسميها ادرس انا عايز اسميها full address، بس عايز اكتبها فيها مسافة، فهكتب full address. ده كده بالنسبة لي valid، هو مازال اسم بروبرتي عادية خالص وvalid بالنسبة لي، حتى لو بيحتوي على مسافات ورموز خاصة أو أي حاجة جوه سترينج. فممكن اسم البروبرتي يبقى سترينج بيحتوي على أي حاجة، أو يبقى valid variable name وساعتها بكتبه عادي من غير ما أكتبه بين double quote. يبقى احنا كده عرفنا ازاي اعرف object وازاي اكتب فيه البروبرتيز بتاعته. تعالوا كده نعمل لوج للاوبجكت ده ونشوف الكونسول هيطلع لنا ايه. لو قلت له اعمل لي لوج لليوزر، لو اسم الفاريبل بتاعي، وجيت هنا شغلت الفايل قلت له نود اب دوت جي اس، هيطلع لي شكل الاوبجكت زي ما انا كاتبه بالظبط. وهتلاحظ ان هو حتى اسم البروبرتي اللي هي بتحتوي على مسافات انا كاتبها هنا كسترنج، هو برضو مطلعها لي كسترنج، تمام؟ طيب كبر شويه. ده كده اللي هو الاوبجكت بتاعي. طيب تمام، ازاي بقى اقدر اوصل لاسم البروبرتي دي، او اقدر اوصل لاي بروبرتي موجوده جوه الاوبجكت؟ انا عايز مثلا اعرض اليوزر نيم بس، او عايز اعرض اليوزر ايدج، تمام؟ فعشان اوصل لاي حاجه او اي بروبرتي جوه الاوبجكت بستخدم حاجه من اتنين، يا اما بقول له اسم الاوبجكت بتاعي بعد كده دوت، تمام؟ وهتلاحظ اول ما قلت له دوت هيظهر عندك الاسم البروبرتيز اللي موجوده عندك، يعني هو الفي اس كود بيكمل معايا البروبرتيز اللي موجوده. فهقول له مثلا اليوزر دوت نيم، لو جيت عملت سيف وجيت اشغل تاني هيقول لي احمد اللي هو اسم اليوزر بتاعي. ممكن اقول له اليوزر دوت ايدج، هيعرض لي 25. طيب تمام. طيب لو جيت اقول له بقى يوزر دوت فول نيم، لاحظوا كده اللي هيحصل، هلاقي ان الفي اس كود اوتوماتيك حول لي الدوت
الى براكتس وكتب جواها سترينج فيها الفول نيم. دي تاني طريقه اقدر استخدمها عشان اوصل للبروبابيلتي موجوده جوه سترينج، يا اما بوصلها عن طريق حاجه اسمها الدوت انوتيشن ان انا بقول يوزر دوت كذا، يا اما بوصلها عن طريق البراكت انوتيشن بقول له يوزر وبعد كده بين براكتس بكتب اسم البروبابيلتي بتاعي كسترينج. طيب امتى استخدم دي وامتى استخدم دي؟ اولا البراكتس ممكن تستخدمها مع اي بروبابيلتي عندك، يعني انا ممكن اجي كده اكتب النيم كسترينج جوه البروبابيلتي بتاعتي او جوه البراكتس عشان اقدر اوصلها، فلو جيت اشغل هيشتغل معايا عادي من غير مشكله. فالبراكتس دي حاجه عامه تمام، ولكن نيجي بقى للحاله الخاصه بتاعت البروبابيلتيز. قلنا انا في البروبابيلتيز اسامي البروبابيلتي لو هي اي سترينج بكتبها بين دبل كوت عادي، ولكن لو هي valid variable name بكتبها عادي من غير الدبل كوت. فهنا نفس الكلام، لو اسم البروبابيلتي هو valid variable name ممكن اوصل له عن طريق الدوت، يعني هقول له يوزر دوت اي حاجه على طول فتبقى الحاجه العامه اللي هي البراكتس، لكن لو هي valid variable name بستخدم الدوت. وانت هتلاقي يعني في اغلب الحالات انت بتستخدم الدوت وبتكتب اسامي البروبابيلتيز بتاعتك ان هي valid variable name وبتستخدم النيمينج كونفنشن بتاع الفاريبلز وكذا يعني تمام. ولكن ده يعني في حاله ان انت في حاجه معينه او في حاله معينه يعني مش عايز تستخدم ان هي تبقى كامل كيس وعايز تكتبها عادي سترينج في اي رموز عندك. فهيبقى عشان اوصل لاي بروبرتي جوه الاوبجكت يا اما بقول له اسم الاوبجكت دوت اسم البروبرتي او بين براكتس بكتب اسم البروبرتي كسترينج. طيب انا كده وصلت للبروبرتي بتاعتي وقدرت ان انا اعرضها او ان انا اقرا القيمه بتاعتها. طيب لو انا حاولت اقرا قيمه بروبرتي مش موجوده ايه اللي هيحصل؟ يعني خلينا نقول مثلا هنا يوزر دوت اذر مثلا، ان انا ما عنديش هنا بروبرتي اسمها اذر، فهيطبع لي ايه في الكونسول؟ لو جينا نشغل هلاقي ان هو طبع لي undefined تمام. فتبقى الديفولت فاليو لاي بروبابيلتي موجوده جوه الاوبجكت ان القيمه بتاعتها بتبقى undefined. طيب زي الديفولت فاليو بتاع الباراميتر وبتاع الريتيرن وبتاع الفاريبلز، يعني undefined ده ديفولت فاليو لكل حاجه مش موجوده. طيب انا كده قدرت ان انا اوصل للبروبابيلتي، اقدر بقى ان انا اعدل قيمتها عادي جدا، يعني انا ممكن اقول له ان اليوزر دوت النيم بيساوي مثلا علي. انا خلاص عملت اسم جديد، فلو جيت هنا قلت له اعمل لي لوج لليوزر دوت نيم وجيت اسيف هلاقي ان هو طبع لي علي، عشان انا خلاص يعني غيرت اسم او غيرت القيمه بتاعه البروبابيلتي. فده كده اعتبره زيه زي اسم الفاريبل بالظبط اللي هو يوزر دوت نيم ده او اسم الاوبجكت دوت اسم البروبابيلتي ده زيه زي الفاريبل، تقدر تقرا القيمه بتاعته تغير القيمه بتاعته وتعمل اي حاجه انت عايزها. طيب لو انا جيت قلت له يوزر دوت اذر، يعني انا بحاول بقى اعمل سيت لبروبابيلتي مش موجوده، ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نطبع اليوزر كله ونشوف ايه اللي هيحصل. هلاقي ان هو ضاف لي بروبابيلتي جديده اسمها اذر. طيب ليه ده حصل؟ هل انا في البدايه كان عندي بروبابيلتي اسمها اذر؟ الاجابه لا، ما عنديش، يعني انا مش كاتب بروبابيلتي اسمها اذر تمام، لكن لما جيت استخدمها زي ما حصل قبل كده لما جيت اعرض قيمه اللي هي اليوزر دوت اذر دي وكانت بروبابيلتي مش موجوده طلع لي undefined لان ده الديفولت بتاعها، فهو اعتمد على الديفولت ان دي كده ان هي ضافها وبقت قيمتها undefined وبعدين راح معدل القيمه بتاعتها وخلاها عالي اللي هي القيمه اللي انا كاتبها. فلو انا عملت سيت لبروبابيلتي مش موجوده هو بيضيفها اوتوماتيك، ودي طريقة ان انا اقدر بيها اضيف dynamic properties جوه الاوبجكت تمام، ودي حاجة مش موجودة في الاوبجكتس في الاوبجكت oriented programming. ليه؟ لان في الاوبجكت oriented programming انا بعرف الاوبجكت بعرف properties بتاعته بتبقى static بتبقى ثابتة، عشان كده انا قلت في البداية ان الاوبجكت هنا في الجافا سكريبت مختلف عن الاوبجكت اللي في الاوبجكت oriented programming. ففي الجافا سكريبت الاوبجكت ده ديناميكي، اقدر ان انا اضيف له اي بروبابيلتي
في اي وقت انا عايزه. طيب لو انا عايز احذف بروبابيلتي بقى اعمل ايه؟ سهله، ممكن هنا اقول له خلينا نكرر اللوج ده، وهستخدم الاوبريتور اللي اسمه ديليت. ده يونري اوبريتور بياخد مني اسم البروبابيلتي اللي انا عايز احذفها، فهقول له اعمل لي ديليت لليوزر دوت اذر، خلينا نقول له ديليت مثلا اليوزر دوت نيم. فلو جيت اشغل الكود ده هلاقي ان هو في البدايه عرض لي الاوبجكت بتاعي، كان فيه النيم والايدج والفول ادرس والاذر، وبعد كده عرض لي الاوبجكت تاني بس من غير النيم عشان انا عملت لها ديليت، قلت له هنا كده اعمل لي ديليت للنيم. فده لو انا عايز احذف بروبابيلتي من جوه الاوبجكت. يبقى احنا كده اتكلمنا ازاي اعرف الاوبجكت، ايه هي البروبابيلتي، ازاي اقدر اوصل لاي قيمه بتاعه اي بروبابيلتي، ازاي اعدلها، ازاي اعمل لها ديليت، وازاي اضيف بروبابيلتيز جديده. طيب احنا قلنا ان قيمه البروبابيلتي دي ممكن تبقى اي حاجه في الدنيا، يعني اي valid value موجوده في الجافا سكريبت. طيب هل ممكن تبقى function؟ يعني هل ممكن قيمه البروبابيلتي دي تبقى عباره عن function ما تبقاش primitive type ولا array ولا كده؟ اه ممكن، برضو زي ما قلنا في الفيديو اللي فات ما اتكلمنا عن functions، قلنا الفانكشن بتعتبر first class. first class يعني زيها زي اي فاليو اقدر اعمل لها اساين لفاريبل، امررها الفانكشن، اعمل لها ريتيرن من فانكشن، وبرده نفس الموضوع اقدر ان انا اعمل لها اساين ان هي تبقى قيمه بروبابيلتي جوه اوبجكت. تمام، فتعالوا كده يعني هنضيفها بقى بطريقه ديناميكيه. هقول له يوزر دوت مثلا، او خلونا بدل ما نضيفها بطريقه ديناميكيه نضيفها فوق هنا عشان بس تظهر معانا ونشوف شكلها بيظهر ازاي في الاوتو كومبليت. يعني خلينا نقول مثلا برنت انفو مثلا، واقول ان القيمه بتاعتها هي عباره عن فانكشن. طبعا هتبقى انونيمس فانكشن لان ما فيش داعي ان انا اعمل الاسم بتاعها يعني، او ان انا اديلها اسم. خليها اننا هتلوج ايه؟ اول حاجة انا عايز الوج النيم هيساوي كذا، وعايز الوج الايدج كذا، وخلينا برضو نلوج الادرس قيمته كذا، وهنشوف هنجيب القيم دي ازاي. بس خلونا هنا نتكلم على شوية ملاحظات بقى بالنسبة اول ما بخلي قيمة البروبابيلتي هي عبارة عن فانكشن. مبدئيا كده وبسم الله الرحمن الرحيم، طالما خليت قيمة البروبابيلتي هي عبارة عن فانكشن فهي ما بقتش بروبابيلتي، اترقت وبقت حاجة اسمها ميثود. ده برضو جاي من الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، فتبقى دي كده اسمها بروبابيلتي. اي حاجة جوه الاوبجكت اسمها بروبابيلتي، لكن مجرد ما الحاجة دي تبقى القيمة بتاعتها function فكده هي اتنقلت من كونها probability بقت method. وخلي بالك ان الميثود برضو ما زالت تعتبر probability، يعني هي بس ايه اترقت شوية. يعني بدل ما نقول على probability تقول لك لا ده انا function، انا مش بشيل قيمة، ده انا بعمل operations، فما ينفعش تساويني بالحاجات اللي بتشيل قيمة وبس، فعشان كده بنسميها method. والاسم ده برضو جاي من الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. طيب اول حاجه هتلاحظها ان الفي اس كود اوتوماتيك غير اللون بتاعها، بدل ما كان كاتبها بالابيض بقى كاتبها بالاخضر عشان يعرفك ان هي ميثود. ولو جيت هنا قلت له يوزر دوت هتلاقي برضو ظهر لك اللي هي برنت انفو. طيب وظاهره اللي هي واخده نفس الشكل بتاع البروبرتي. طيب طالما دي عبارة عن function فأنا ممكن بكل بساطة أشيل النقطتين وأشيل كلمة function عادي خالص. ممكن أكتب الميثود بالطريقة دي، بدل ما أكتب اسم الميثود وبعد كده نقطتين وبعد كده كلمة function، طب ما دي كلها حاجات ثابتة، فقال لك عادي خلاص أنت هتعرف function عادية، طبعا من غير function keyword، هتعرف function عادي وهتعتبر برضه ميثود جوه الاوبجكت.
ولما تيجي تعمل يوزر دوت هتلاقي ان ظهر لك برنت انفو، بس خلي بالك بقى ايه المره دي الرمز بتاعها اتغير. طيب قبل كده ما كانش متغير ليه؟ ما كانش متغير عشان الفي اس كود كان قاريها كبروباريتي، لما كتبت اسمها وبعد كده النقطتين فقراها ان هي بروباريتي عاديه خالص، لكن اول ما شلت النقطتين وكلمه فانكشن فده كده الشكل بتاع الميثود، فتلاقي ان الفي اس كود قراها لك بشكل مختلف اللي هو المكعب البنفسجي ده، يعني البروباريتيز بتظهر بمربع ازرق او متوازي مستطيلات ازرق، والميسو بتظهر بمكعب بنفسجي. تمام، يعني هو برضو بيحاول يساعدك ويقول لك خلي بالك دي ميسو دي بروباريتي دي مش عارف ايه. فكده انا عملت ميسو جوه الاوبجكت. طيب تعالوا نشيل بس الديليت والحاجات دي. لو جيت اعمل بقى لان كلير واشغل هلاقي ان هو عرض لي للاوبجكت بتاعي فيه البروباريتيز بتاعتي وعرض لي الميثود، قال لك ان برنت انفو دي عباره عن فانكشن. طيب لو انا عايز بقى اشغل الفانكشن دي هقول له عادي جدا. عايز اوصلها ازاي؟ اول حاجه لازم اوصلها هي موجوده فين؟ موجوده جوه اليوزر. فهقول له ايه؟ يوزر دوت واشغل الفانكشن بتاعتي اللي هي برنت انفو. كده انا وصلت للفانكشن، عايز بقى اعمل لها كول، فاحط القوسين بتوعي اللي بيعملوا لها كول. لو جيت اشغل طبعا طبع لي نيم ايدج ادرس، وبعد كده طبع لي undefined عشان الميثود دي يعني ما بتعملش ريتيرن لاي حاجه، فخلونا نشيل اللوج من الريتيرن بتاعها. ولو جينا نشغل تاني هيقول لك النيم والايدج والادرس. طيب فكده عملنا ميثود او عملنا فانكشن. الفانكشن دي تقدر تعمل عمليات على الداتا، ودي برضو حاجه تخلينا استخدم الاوبجكت، ان انا ممكن يبقى عندي مجموعه داتا عايز اعمل عليهم عمليات. فيجي هنا بقى مبدا الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، ان هو بيقول لك جمع لي الداتا بتاعتك والعمليات اللي هتحصل عليها جمعها في وحده واحده، الوحده دي اسمها اوبجكت. هنتكلم بعدين بالتفصيل اكتر عن الاوبجكت اورينتد بروجرامنج وايه هي وازاي بتطبق في الجافا سكريبت، ولكن خلينا دلوقتي نركز على الاوبجكت نفسه. طيب ازاي بقى اعرض النيم واعرض الايدج واعرض الفول ادرس؟ انا عايز اوصل للقيم دي. تمام، طيب ممكن واحد يجي يقول لك انا ممكن اوصلها عن طريق ان انا اقول له يوزر دوت النيم واقول له يوزر دوت ايدج ويوزر دوت ادرس. طب تعال نشوف هل ده هتشتغل ولا لا. مش انا عايز اوصل البروبرتي النيم اللي موجوده جوه اليوزر، فانا اهو موجود جوه اليوزر وبوصلها عن طريق اليوزر. طب هل اليوزر ده متشاف؟ اقول لك اه، لان دي ايه السكوب بتاعها، ده اللوكال سكوب وده الجلوبال سكوب، فهي شايفه الفاريبل ده. فتعالوا كده نشغل ونشوف هتشتغل ولا لا. اشتغلت معانا تمام، قال لك النيم احمد. طبعا الايدج والادرس مفيش اي داتا معروضه عشان ما طبعناش اي حاجه. طيب تعالوا نفترض ان انا غيرت اسم اليوزر ده، قررت خلاص لا يعني اسم يوزر ده مش لايق على الاوبجكت، محتاج ان انا اغير الاسم بتاعه. هل كل ما اغير اسم الفاريبل بتاعي هغير استخدامه جوه كل الميثودز اللي جواه؟ طبعا دي حاجه مش منطقيه. زائد كمان ان احنا لما نشوف كمان شويه انا ممكن اعمل اكتر من اوبجكت بنفس الاستراكشر ده، تمام، فمش هينفع برضو ان انا استخدم اسم الفاريبل. طيب ازاي بقى نقدر نوصل للبروباريتيز اللي موجوده جوه الاوبجكت بتاعي؟ انا عايز اوصل للبروباريتيز اللي موجوده جوه الاوبجكت ده. طيب انا عايز اوصلها منين؟ انا عايز اوصلها من هنا من البرنت انفو، عايز اوصلها من الميثود دي. طيب ايه علاقه الميثود دي بالبروباريتيز دي؟ علاقتهم ان هما الاثنين موجودين في نفس الاوبجكت، مظبوط. طيب طالما موجودين في نفس الاوبجكت، مش انا ممكن اجي جوه البرنت انفو واقول له انا عايز البروباريتي نيم من الاوبجكت اللي انا واقف فيه دلوقتي، من الزيس اوبجكت بتاعي؟ انا ممكن اقول له كده. فعندنا كيورد جديده اسمها زيس. كلمه زيس دي من الكلمات المهمه جدا 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 في الجافا سكريبت، ومن الكلمات اللعبيه شويه، يعني تلاقي زيس دي ملهاش قيمه ثابته. تمام،
بس خلونا نعرف دلوقتي ان كلمة this جوه الميثود بتاعت الاوبجكت بتشاور على الاوبجكت نفسه، الاوبجكت اللي انا واقف فيه. فانا بقول له this object هات لي منه النيم، وارجع اقول له this object هات لي منه الايدج. يعني اول ما عملت this وقلت دوت لقيت ان هو عمل لي يعني اوتو كومبليت وجاب لي كل الحاجات اللي موجوده في الاوبجكت اللي انا واقف فيه دلوقتي. فاقول له هات لي منه برضو الايدج، واجي هنا اقول له this دوت او خلاص بقى براكت انا عايز مين الفول ادرس. فلو عملت سيف خلونا ننزل الحاجات دي على سطر جديد عشان تبان معانا. هنا النيم الايدج والادرس، انا عايز الوج الحاجات دي، هعمل سيف. ماشي بريتر بيرجعهم. المهم لو جيت اشغل الكود بتاعي هيعرض لي ان النيم كذا والايدج كذا والادرس كذا. فيبقى عرفنا ازاي اعمل ميثود جوه الاوبجكت، او لو انا خليت البروبرتي بتاعتي القيمه بتاعتها فانكشن ايه اللي بيحصل فيها، وازاي من جوه الميثود دي اقدر اوصل للاوبجكت نفسه واوصل لاي بروبرتي موجوده جوه الاوبجكت من خلال الزيس كيورد. طيب تعالوا نتكلم يعني تفصيل شويه صغيرين عن كلمه زيس. كلمه زيس دي هنرجع لها بعدين وهنتكلم عنها بالتفصيل الممل عشان هي حاجه مهمه قوي في الجافا سكريبت. طيب كلمه زيس دي هي كي وورد موجوده جوه الجافا سكريبت، القيمه بتاعتها بتتحدد لما اجي اشغل الفانكشن بتاعتي. يعني هي قيمتها بتتحدد في الران تايم، وقت ما اجي اشغل الكود بتاعي، وقت ما اجي اشغل الفانكشن بتاعتي ببدا ان انا احدد قيمه زيس دي. تمام. طيب قيمتها بقى بتتحدد على ايه؟ بتتحدد بناء على الكونتكست او بناء على السكوب اللي انا بشغل فيه الفانكشن بتاعتي. تمام. فعلى سبيل المثال لو الفانكشن دي هي عباره عن ميثود لاوبجكت، فقيمه زيس بتشاور على الاوبجكت اللي بيحتوي على الميثود دي. تمام. طيب لو هي فانكشن عاديه، لو انا جيت عملت هنا function وجيت جواه مثلا نعمل function مثلا test this وجيت جواه قلت له اعمل لي log للزيس وشغلت الفانكشن اللي هي test this، فلو جيت اشغل هتلاقي ان يعني نيجي هنا كده اول حاجه عرض لي الفانكشن بتاعتي او الداتا بتاعت الاوبجكت ما علينا، وتاني حاجه بعد كده عرض لي حاجه اسمها اوبجكت، وبيقول لك الاوبجكت ده ايه جلوبال. كلمه زيس لو انا بشغلها في فانكشن عاديه فالقيمه بتاعتها بتشاور على حاجه اسمها جلوبال اوبجكت. الجلوبال اوبجكت ده موجود في كل الجافا سكريبت ران تايم انفايرمنتس. لو انت شغال في النود ففي اوبجكت اسمه جلوبال، لو انت شغال في البراوزر فالزيس دي بتشاور على الويندو بتاعت البراوزر او اوبجكت بيمثل الويندو بتاعت البراوزر. طيب المهم يعني ان الفانكشن او كلمه زيس دي بتشاور على حاجه مختلفه بناء على الكونتكست اللي انا بنادلها فيه. طيب اللي يهمنا دلوقتي نتكلم على الفانكشن بتاعتنا دي، خلينا بس نصغرها شويه ونسميها برنت النيم، ونقول ان هي بتعرض بس النيم. تمام. واجي هنا اشغل البرنت النيم. طيب هعمل هنا فانكشن، انا عادي ممكن نعمل فانكشن جوه فانكشن تانية هسميها تيست، وهاجي من الفانكشن دي هعمل لوج للزيس، واجي بعد ما برنت النيم هشغل الفانكشن بتاعتي اللي هي اسمها تيست، وتعالوا نشوف زيس دي هتشاور على ايه. هلاقي ان هو عرض لي الجلوبال اوبجكت. طيب ليه عرض الجلوبال اوبجكت مش فانكشن اللي هي تيست دي موجوده جوه الاوبجكت ده؟ ليه ما عرضليش الاوبجكت ده؟ خلونا نسال نفسنا سؤال، هي الفانكشن دي اشتغلت ازاي؟ اشتغلت من جوه الميثود دي، فاشتغلت زيها زي اي فانكشن.
انا ما شغلتهاش عن طريق اوبجكت زي البرنت نيم. البرنت نيم انا شغلتها عن طريق اوبجكت، فلو جيت جواه هنا وقلت له يعني اعرض لي الزيس، هعرض الاوبجكت بتاعي بدليل ان الزيس دوت نيم هنا جاب لي النيم بتاع او قيمه البروبرتي نيم اللي موجوده جوه الاوبجكت، تمام؟ فبرنت نيم اشتغلت عن طريق اوبجكت، فزيس بتشاور على الاوبجكت اللي شغالها. طيب هل التست دي اشتغلت عن طريق اوبجكت؟ لا، ما اشتغلتش عن طريق اوبجكت، فزيس هنا ما بتشاورش على الاوبجكت نفسه ده، هي بتشاور بقى على الجلوبال زيها زي اي فانكشن تانية زي ما شفنا من شويه، تمام؟ طيب لو انا عايز الفانكشن دي تشاور او كلمه زيس جواها تشاور على الاوبجكت نفسه، اعمل ايه؟ ممكن اجي هنا اعمل فاريبل اسميه مثلا let، او خلينا نقول مثلا كونست ذات بيساوي زيس، يعني انا يعني بقول زيس وذات وكده يعني. واجي هنا بدل ما استخدم زيس هستخدم ذات. فلو جيت اشغل الفانكشن بتاعتي هلاقي ان هو عرض لي الاوبجكت بتاعي، تمام؟ طيب الموضوع ده مربك، يعني زيس وذات وزوس وكده، خلاص احنا دخلنا حصه انجليزي ما بقتش جافا سكريبت. انا عايز جوه الفانكشن دي استخدم زيس او استخدم كلمه زيس عادي جدا. طيب ازاي بقى ممكن استخدمها من غير ما اعرف الفاريبل ده؟ نرجع للدرس اللي فات ونفتكر الارو فانكشن. هحول الفانكشن بتاعتي من فانكشن عاديه الى ارو فانكشن. من جوه الارو فانكشن دي زيس بتتاخد من الاوتر سكوب بتاعها او بتتاخد من البيرنت كونتكست بتاعها. فده اول فرق يقابلنا بين الفانكشن العاديه والارو فانكشن، ان الفانكشن العاديه بتعمل قيمه خاصه للزيس، لكن الارو فانكشن بتاخد قيمه زيس من الجلوبال او من البيرنت كونتكست بتاعها. من البيرنت بتاع الفانكشن دي اللي هو الميثود دي. طب كلمه زيس جوه الميثود بتساوي ايه؟ بتساوي الاوبجكت. فكلمه زيس جوه الارو فانكشن دي هتساوي برضو الاوبجكت. فلو جينا نشغل هلاقي ان هو عرض لي الاوبجكت بتاعي. وده اول فرق يقابلنا بين الارو فانكشن والفانكشن العادية، وده اهم فرق، وده يعتبر الفرق الاساسي اللي خلى الارو فانكشن تطلع، ان هي مش بس مجرد شورت هاند، لا ده الفرق الجوهري ان انا كلمة زيس جواها بتجيبها من البيرنت سكوب. زمان قبل الارو فانكشن كنا بنعمل اللفة بتاعت زت وزيس عشان يعني نخلي النستد فانكشنز تشوف نفس قيمه زيس، لكن دلوقتي عادي جدا انا ممكن اخلي النستد فانكشنز تشوف قيمه زيس من البيرنت سكوب بتاعها او من الميثود بتاعتي عن طريق ان انا اكتبها كارو فانكشن، ما اكتبهاش كفانكشن عاديه. فتبقى ده كده بالنسبه لي الميثودز وكلمه زيس، يعني ده اللي يهمنا نفهمه دلوقتي واللي يهمنا نعرفه دلوقتي. كلمه زيس زي ما قلنا احنا هنرجع لها بعدين بشرح مفصل اكتر، والقيم المختلفة بتاعتها حسب السكوب بتاعها يعني هنتكلم عنها بالتفصيل كتير بعدين. فكده يبقى احنا عرفنا ازاي اعمل اوبجكت، ايه هي البروباريتيز، ويعني ايه ميثودز، وازاي اتعامل معها. طيب هنتكلم دلوقتي على حاجة اسمها فور ان. احنا اتكلمنا قبل كده على الفور لوب، قلنا الفور لوب انا بستخدمه عشان اقرر امر معين يعني عدد من المرات. طيب دلوقتي نفترض ان انا عايز الف على كل البروباريتيز اللي موجوده جوه الاوبجكت بتاعي واستخدم البروباريتي دي اعرض قيمتها بشكل معين او اعمل حاجه معينه، تمام؟ خلونا نعمل بس اوبجكت بسيط كده، او خلونا ناخد الاوبجكت ده بس من غير البروباريتيز، يعني نعمل الكود بتاعنا ده كومنت، نيجي هنا هنشيل منه خلينا بس نشوف اللي هو النيم والاتش. انا عايز الف على كل البروبرتيز اللي موجوده في الاوبجكت بتاعي. طيب هل هقول له بقى اللي هي مثلا يوزر دوت نيم، يوزر دوت ايج، يوزر دوت مش عارف ايه؟ طب ممكن البروبرتيز دي بقى كتير، ممكن اكون اصلا ما اعرفش اساميهم، تمام؟
فازاي اقدر ان انا الوب على البروبرتيز بتاعت الاوبجكت؟ ممكن اعمل كده باستخدام حاجه اسمها فور ان. هقول له فور، بعدين اقول له ليت مثلا بروب، يعني هعرف فاريبل، الفاريبل ده هيشيل البروبرتي بتاعتي اللي موجوده جوه الاوبجكت، هيشيل اسم البروبرتي. خلي بالك ان هو بيشيل بس اسم البروبرتي، تمام؟ واقول له ان وادي له الاوبجكت بتاعي اللي هو اليوزر. فانا كده بقول له فور ان، يعني اعمل لي لوب على كل البروبرتيز اللي موجوده جوه الاوبجكت ده، تمام؟ واكتب هنا بقى اي كود انا عايزه. ممكن اقول له اعمل لي كونسول دوت لوج مثلا، هقول بروبرتي زائد البروب زائد از زائد، عايز بقى اجيب القيمه بتاعت البروبرتي. عشان اجيب قيمه البروبرتي انا اول حاجه محتاج ان انا اروح للاوبجكت، فاقول له يوزر. هل ينفع اقول له يوزر دوت بروب؟ لو انا قلت له يوزر دوت بروب فكده هو هيروح جوه اليوزر يدور على بروبرتي اسمها بروب، تمام؟ طيب لا، انا مش عايز كده، ده انا عايز اقول له ان اسم البروبرتي ده هو موجود جوه الفاريبل اللي اسمه بروب. طب هو موجود جوه الفاريبل ده نوعه ايه؟ يعني الفاريبل بروب ده نوعه ايه؟ لو وقفت عليه كده هيقول لك ان الفاريبل ده عبارة عن سترينج. فانا ممكن اتعامل معاه زي ما كنت بتعامل قبل كده، لو انا عندي اسم بروبرتي عايز اكتبه كسترينج باستخدام البراكت، فهقول له براكت واديله البروب. فكده البراكت انا بستخدمها لو اسم البروبرتي عايز اكتبه كسترينج، او اسم البروبرتي محفوظ جوه فاريبل، لان لو هو محفوظ جوه فاريبل هيبقى سترينج، فهو هيشيل اسم الفاريبل ده ويحط القيمه بتاعه الفاريبل اللي هي هتبقى سترينج شايل فيه اسم البروبرتي. فلو جيت اشغل الكود ده هيقول لك بروبرتي نيم از احمد وبروبرتي ايج از 25. فالفور ان انا بستخدمها عشان الوب على البروبرتيز بتاعه الاوبجكت. طبعا هو بيلوب على البروبرتيز كلها حتى الميثودز، يعني لو انا عندي هنا ميثود هيلوب عليها برضو. يعني لو جبت الميثود دي وحطيتها هنا وسيفت وشغلت تاني هيقول لك ان بروبرتي نيم از احمد وبروبرتي ايج از كذا وبروبرتي برنت از، وكتب لك البروبرتي اللي هي برنت نيم از، وكتب لك الفانكشن بتاعها او تعريف الفانكشن اللي هي البرنت نيم، لان دي كده هي قيمه البروبرتي بتاعتي. فيبقى ده عشان الوب على البروبرتيز اللي جوه الاوبجكت. طيب تمام. طيب اخر حاجه هنتكلم فيها بخصوص الاوبجكت حاجه اسمها اوبجكت كونستراكتور. طيب تعالوا نفترض ان الاوبجكت بتاع اليوزر ده انا عايز اعمل منه اكتر من نسخه، يعني انا عندي بقى اكتر من يوزر، انا ما عنديش يوزر واحد بس، انا عايز اعمل اكتر من يوزر. فهل كل شويه هاخد الكود ده كوبي مع الميثودز مع الحاجات دي كلها؟ كده الاجابه لا. واحد يقول لك انا ممكن اعمل فانكشن هسميها مثلا جيت يوزر او ميك يوزر، خلينا نسميها ميك يوزر. الفانكشن دي هتاخد مني النيم وتاخد مني الايدج، تمام؟ وهات ريتيرن الاوبجكت ده، يعني اخد الاوبجكت ده كده اعمل له ريتيرن، ده اللي الفانكشن هتعمله، تمام؟ خلونا بقى نيجي جوه للبرنت ده، خلاص نشيل الكلام ده. وهنا هقول له خلي لي النيم بيساوي النيم، وخلي لي الايدج هي القيمه بتاعته من الباراميتر اللي هو ايدج، تمام؟ قبل ما نكمل يعني في اختصار تاني في الاوبجكت، ان لو قيمه البروبرتي بجيبها من فاريبل اسمه هو هو اسم البروبرتي، يعني زي كده انا عندي بروبرتي اسمها نيم قيمتها جايه من فاريبل اسمه نيم او باراميتر اسمه نيم، ممكن اكتبها مره واحده بس، يعني هي نيم دي معناها دي كده
بتساوي name colon name. يعني ده برضو اختصار من الاختصارات الموجودة في جافا سكريبت. المهم فممكن اجي هنا وهقول له اعمل لي log مثلا ل make user وادي له الاسم مثلا يوزر واحد والايدج بتاعه مثلا 25 وهقول يوزر 2 والايدج بتاعه 35. فلو جيت اشغل الكود ده هيعرض لي ان يوزر واحد كذا ويوزر 2 كذا وكل واحد من دول او كل اوبجكت من دول منفصل بنفسه. اللي احنا عملناه ده اسمه Object Factory. Object Factory ان انا عملت ميثود، الميثود دي هي اللي بتعمل الاوبجكت بتاعي، بتبني الاوبجكت وبتريتيرن الاوبجكت ده. تمام؟ طيب هل في اي علاقه بين الاوبجكتس اللي بتعمل لها ريتيرن من الاوبجكت فاكتوري ده؟ يعني هل في علاقة بين الاوبجكت بتاع يوزر واحد والاوبجكت بتاع يوزر اتنين؟ الاجابة لا، مفيش اي علاقة، لان ده فانكشن كول لوحدها وده فانكشن كول لوحدها. فعشان كده تلاقي في طريقة تانية واحسن ان انا اعمل حاجة زي كده، ان احنا بنستخدم حاجة اسمها اوبجكت كونستراكتور. طيب ايه هو الاوبجكت كونستراكتور؟ الاوبجكت كونستراكتور هو عباره عن فانكشن عاديه خالص، تمام، ولكن جرت العاده ان اسمها يبدا بحرف كابيتال. فاعمل مثلا فانكشن اسميها يوزر، هتاخد مني النيم وهتاخد مني الايدج. طيب وعشان ابني الاوبجكت بتاعي، فاكرين بقى كلمه ذس؟ هستخدم هنا برضو كلمه ذس، فهقول له ذس دوت نيم بتساوي النيم وزيز دوت ايدج بتساوي الايدج وزيز دوت اسم الفانكشن بتاعتي او اسم الميثود بتاعتي هيساوي فانكشن. وخلي بالك ان انت هنا تستخدم الفانكشن اكسبريشن، ما تستخدمش ارو فانكشن عشان تبقى ضامن ان قيمه زيس جواها بتشاور على الاوبجكت اللي اتكريت. تمام، بتساوي الكلام ده. وعشان نعمل اوبجكت، خلونا نعمل اوبجكت هسمي مثلا let user واحد هيساوي new user. بستخدم اوبريتور جديد معانا اسمه new. النيو ده بياخد كونستراكتور وبيكريت لي منه اوبجكت. يعني حتى لو وقفت على اليوزر كده يقول لك ايه ده خلي بالك ده كونستراكتور، بيكونستراكت اوبجكت اسمه يوزر والريتيرن بتاعه حاجه اسمها يوزر او التايب بتاعه يوزر اللي هو الاوبجكت بتاعي، وادي له الاسم اللي هو يوزر واحد و25 واقول له هنا برضو يوزر 2 وادي له اسمه ليوزر 2 والايدج بتاعه 35. وتعال كده نعمل لوج، هقول له هنا اعمل لي كونسول دوت لوج لليوزر واحد وكونسول لوج ليوزر اتنين، وتعالوا نشغل الكود ونشوف هيطلع لنا ايه. طلع لنا نفس النتيجه اللي فوق بس فيها اختلاف صغير كده. اول حاجه هتلاقي ان قبل كل اوبجكت طبيعي لي كلمه يوزر، واليوزر ده هو اسم الكونستراكتور اللي عمل منه الاوبجكت. هتلاقي ان الاثنين اوبجكت مطبوع قبلهم نفس الكلمه، فده معناه ان هم معمولين من نفس الكونستراكتور، وفي علاقه بينهم ان الاثنين اوبجكتس دول مربوطين بحاجه اسمها البروتوتايب، ان الاثنين جايين من نفس البروتوتايب. هنتكلم بالتفصيل بعد كده عن البروتوتايب وايه هو بالظبط وازاي استخدمه وازاي اتعامل معاه. تمام، لكن يهمنا دلوقتي ان الاوبجكت كونستراكتور الفرق الجوهري بينه وبين الفاكتوري او الاوبجكت فاكتوري
ان الاوبجكت كونستراكتور كل الانستانسز اللي بتتعمل منه ده كده اسمه انستانس. يعني اول ما بتستخدم كلمه نيو فانت كده بتعمل انستانس جديد بنسميها كرييت انستانس. تمام، كل الانستانسز اللي بتتعمل منه مربوطه بنفس البروتوتايب اللي هو خلينا نقول دلوقتي مجازا ان هي مربوطه بنفس الكونستراكتور. تمام كده، فعشان كده لو انت عايز بقى تعمل اكتر من اوبجكت من يعني من نفس العيله او فيهم نفس البروبرتيز ونفس الميثود استخدم الاوبجكت كونستراكتور وما تستخدمش الاوبجكت فاكتوري. طيب ايه اللي حصل بقى جوه الكونستراكتور بتاعي وايه حكايه كلمه نيو دي او الكي وورد او الاوبريتور الجديد اللي اسمه نيو ده؟ الحكايه يا سيدي بكل بساطه ان نيو ده كي وورد محجوز جوه اللغه، اول ما بتطبقه على فانكشن اللغه بتعمل شويه حاجات كده في بدايه الفانكشن وفي نهايه الفانكشن. تمام، والحاجات دي هي اللي بتمكنك ان انت جوه الفانكشن تشاور على الاوبجكت اللي بتكريته بكلمه this. طيب ايه اللي هي بتعمله ضمنيا كده؟ اللغه بتيجي في اول الفانكشن وكانها بتعرف فاريبل اسمه this وتخلي القيمه بتاعته اوبجكت فاضي. تمام، وبتيجي في اخر الفانكشن تعمل ريتيرن للزيس ده. خلي بالك ان الكونستراكتور فانكشن بتاعتك ما تكتبش فيها اي ريتيرن، لان انت لو كتبت فيها اي ريتيرن هي اوفررايد الريتيرن الاساسي بتاع او الريتيرن الضمني اللي اللغه بتعمله. فكلمه نيو ضمنيا ان هي في اول الفانكشن بتعرف فاريبل اسمه زس وقيمته بتبقى اوبجكت فاضي، فبتبدا انت بقى تضيف جواه الميثود والبروبرتيز اللي انت عايزها واي حاجه انت عايزها. ما تقول له زيز دوت نيم بتساوي كذا، فزيز بتشاور على الاوبجكت ده. تمام، وبتيجي في الاخر وتعمل ريتيرن للزيز. ده اللي النيو كي وورد او الاوبريتور نيو بيعمله. طيب لو انا جيت هنا وعملت ريتيرن مثلا لخمسه او اي حاجه وجيت اشغل، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان هو هنا قال لك ده ايه؟ اليوزر واحد وده يوزر اتنين. طب انا هنا عملت ريتيرن لبريميتيف. طيب لو جيت عملت ريتيرن لاوبجكت في مثلا النيم بهلو، ايه اللي هيحصل؟ قال لك هنا ايه بقى؟ ان الاثنين اوبجكتس بتوعك بقوا ايه؟ النيم هلو. وخلي بالك ان دلوقتي ما عادش في اي حاجه بتربطهم، يعني البروتوتايب مش مكتوب قبل الاوبجكت، عشان انت كده بالظبط اكنك عملت فاكتوري. فالنيو كي وورد هنا ما عملش اي حاجه. لو انت عملت ريتيرن للبريمتيف هو هيتجاهله ويكمل عادي. يعني لو جينا عملنا ريتيرن مثلا لخمسة وجينا نشغل بيتجاهله وبيكمل عادي، لكن لو عملت ريتيرن الاوبجكت هيريتيرن الاوبجكت اللي انت رجعته، فانت ريتيرن هتوفررايد الامبليسيت ريتيرن او الريتيرن الضمنيه اللي بتتحط في اخر الكونستراكتور بتاعك. فتخلي بالك ان انت ما تكتبش ريتيرن جوه الكونستراكتور. تمام، يعني في خلال الكورس هنتعامل مع كونستراكتورز كتيره بيلت ان في اللغه، فكان لازم نبقى فاهمين ايه هو الاوبجكت كونستراكتور وبيعمل ايه بالظبط. ف ده كده كان بالنسبه لايه هو الاوبجكت، يعني ايه اوبجكت، ازاي بستخدمه وازاي بتعامل معاه، ازاي اعرف بروبريتي واستخدمها عن طريق الدوت او البراكت، ازاي اعرف ميثود وكلمه زيس اتعرفنا عليها وشفنا قيمتها بتتجاب ازاي، واتكلمنا ازاي اعمل لوب على الاوبجكت بتاعي او على البروبريتيز الموجوده جوه الاوبجكت. عرفنا لو انا عايز اعمل اكتر من اوبجكت بنفس الاستراكشر ازاي اعملهم باستخدام الاوبجكت فاكتوري والاوبجكت كونستراكتور. طيب لو عايز بقى تراجع على الدرس ده هنخش على جافا سكريبت انفو،
هنخش على السكشن الرابع اللي هو Objects, The Basics, الأساسيات, واللي اتكلمنا فيه 4.1 و4.4 و4.5. دي كده الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها, او دول التلات اجزاء اللي احنا اتكلمنا فيهم. باقي الحاجات لسه هنتكلم عنها بعدين, فانت ممكن تخش تقرأ التلات مقالات دول. ونشوفكم الدرس الجاي, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.